مدينة الشارقة العلام شمس كهيئة منطقة حرة نشارك اليوم تحت مظلة استثمر في الشارقة في ملتقى الاستثمار السنوي، المنصة التي يشارك فيها الكثير من الشركات المبتدئة والناشئة والتي تمثل سوق واعد صراحة في دولة الإمارات وخصوصا في المجالات الإعلامية الإبداعية التي نستهدفها صراحة. فنتمنى أن نكون المنصة الجاذبة لمثل هذه الشركات ونهدف بهذه المشاركة توسيع وسائل تواصلنا مع هذه الشركات. شكراً.